إطلالة عربية أنيقة على إيقاع موسيقى شرقية مبهجة. تحدت اضطرابات العراق الأسبوع الجاري في أول عرض أزياء في العاصمة العراقية منذ الثمانينات. 16 عارضة قدمت أحدث مبتكرات مجموعة من المصممين العراقيين من عدة مدن عراقية في بارقة أمل بسيطة وسط الحرب الدائرة مع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد. المصمم العراقي سنان كامل: نتحدث عن أفكار ما بين الهوك تيور، ما بين العباءة، ما بين بعض الملابس الفلكلورية مع بعض القطع الفانتازية. المجموعة 6 مصممين عراقيين من البصرة، من ديالة، من بغداد، بعضهم اجى من السفر من ايران، جو من تركيا، عراقيين اجوا اليوم الى بغداد يقدموا بكل تجانسهم فن جميل. وشاركت المصممة رندا حسام بمجموعة غلب عليها اللونان الأبيض والأسود. ولون البلاك أند وايت يعني لاقى إعجاب قبل العرض، أنه من خلال البروبات اللي تصير يعني جدا جدا حبوها. والعرض شهده جمهور كبير من صفة المجتمع العراقي الراقي وعدد من الدبلوماسيين الأجانب وأعضاء البرلمان، ويأمل المنظمون أن يتحول إلى حدث سنوي منتظم يضع العراق على قائمة عواصم الموضة في العالم.